هذا الفيديو حتشوفوا ايش قدرت اساوي بعد كأس العالم في قطر. بنانا لفلفنا كتير وكمان اكلنا مش في كتير. متحف، سوق سمك في لندن، في فضاوي غير طبيعية. وبالنهاية خلينا نشوف اذا البلد مستاهل الزيارة من غير ما يكون فيه فعاليات او لا. اهلا وسهلا فيكم ومرحبا بفيديو جديد، اليوم قطر ما بعد كأس العالم. هو على طول جايبنا لهون امجد، شو اسم المحل؟ بندر عدن، مطعم المأكولات اليمنية. طبعا صاحبي هذا شو اسمه؟ من عائلته اسمه عبد الله. الطبق المعروف اليمني الفحسة، اللي هي تكون لحمة تجيك بتبقبق من السخونة، مندي دجاج. شكرا. وهذا هو المحل اللي موجود في سوق واقف. طبعا هذا السوق اللي ما كان ولا يفضى ثانية، أزمة 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 في كأس العالم هسا. بس مطعم المندي يعني في أزمة، ولكن ما فيه الفعاليات. بتمنى من أي هذا ساكن في قطر يساوي فعاليات لهذا السوق، يضل حتى لو ما في كأس عالم، لأنه جد حلو. سوق قديم ولكنه مجدد. شو هذا؟ هذا مسجد هون بسوق واقف؟ فنار؟ أيوة، لكون هذا هو. طبعا هذا احسن وقت تكون عم تشتري اغراض لكأس العالم او للرياضة في قطر بعد كأس العالم، لانه كلياتهم عاملين خصومات. في كرة قدم الفاينل النادرة ما جبتها؟ تنتين عندك يا؟ وعندك يا؟ عندك؟ ناخذ تعيته ونصور فيها فيديو ونهديها لواحد. في بنت هون، كيف النظارات تعوني؟ هلو كتير. حلو كتير. هلو كتير. انت بتحكي من وين انت؟ انا من هولندا. واو، امستردام. ولا Netherlands is more than Amsterdam. Everyone thinks that Netherlands is only Amsterdam. Yeah, that's what you think too, Miss Tony. Groningen, that's no. One place you should visit. جيت على مكان راقي للأمانة، اسمه اللؤلؤة، The Pearl. فيها منطقة سكنية، فيها مول، فيها مطاعم، بس في البناء الجديد وراقي. فلما بدك تيجي تتمشى، إذا بتيجي تتمشى هون حتلاقي أماكن جميلة. هذا كمان اليخوت كلياتها صافي زي هون. روز رايز، يخت روز رايز. الكلب اللي لقيناه بس ضخم ما شاء الله. يوم كبس مطر، وهذا اليوم اللي كنا بدنا نلف فيه. وصباح الخير باليوم تاني في قطر. نحن بنحاول نوصل على المتحف الفن الإسلامي عشان بارح كانت بتمطر. شو في جوا هذا المكان الرهيب؟ بنانا آيلاند. احنا مش رايحين لهناك اليوم، اللي هي جزيرة الموز. هذا المكان بيطلعوه من هون من جنب المتحف. كلها شغلات غالية. عقد بثلاث قلاند وقرطان. طلع اشي اميرة، اشي كانت بار. هذا ايش؟ هذا سم؟ شو؟ بوق. يا اخوان ايش فيه بهذا المتحف؟ ليش بنظفوه كثير؟ تاني مرة بخبط راسي. يا وردي، سيف طويل هذا كانوا يستخدمون ايام زمان. الفكره الرئيسيه من المتحف انه بيجيبوا الثقافات الاسلاميه من كل الدول الاسلاميه، الاشياء المعروفه القديمه القيمه، وبيحطوها بالمتحف. شوف هذا بالمعلمة، هذا من بلدان جنوب اسيا زي اوزبكستان، باكستان، هذول. شوف هون بس يؤذن صوت الاذان بيطلع جوا الصاله، وهاي هي من الكعبه. في أصغر مصحف موجود في العالم وهذا يعني سبحان الله، مين اللي مسويك؟ طلعنا من المتحف وشاركتني أم يوسف، أمي الوالدة، في فيديو اليوم اليوتيوب إجت على قطر، فزبطت الحمد لله أنه نتقابل في الدوحة بعد فراق تقريبا 3 أشهر. أنا كنت بسافر. بس تيجي على هذا المتحف الإسلامي، ما تنسى أنك تطلع من المتحف تأخذ بس سيارة زي هيك، بهاي بياخدك على حديقة من ورا. وينك؟ هو
وصلنا على الكافيه. شوف ما اروع المنظر، كامل كبير زي هيك، اللي هي من الدوحة اللي بتشوف فيها كل الأبراج الموجودة في الدوحة الجديدة، طويل كتير، فالمنظر تحسه زي الرسم. أنا آخر مرة أجيت على الدوحة من 8 أو 10 سنين، هذا كله الحكي ما كان موجود، غيرت 360 درجة. نريح شوي. شوفون لسه الأبراج حاطة أشياءات وصور اللاعبين من كأس العالم. طبعاً عشان يراجع من المغرب حاطة أغاني من المغرب، يعني هي مغربية على فرنسية على إنجليزية. الأخ هون بحكي لي كيف تفهم غروب الشمس من ميناء الدوحة. ميناء بس لازم يكون في سمك صح؟ شوف احنا مش في متحف ولا بقصر ولا باي مكان اثري، احنا في سوق سمك. طلع شوف المكان، بتحسه والله زي متاحف اوروبا. طلع البلاط كيف عامل، هذا بالنهاية بتشتري منه سمك عشان تاكل. هاي المسمكة شو عملت؟ خلت حتى النسوان يكونوا مهتمين ويجوا يشوفوا الأجواء كيف الشراء ومش... في الدوحة بعد كأس العالم في فضاوه غير طبيعية، يعني مش زي لما كان الكأس كان في كثير 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 ناس. بالمينا الدوحة نفسه ونحن نتمشى بعد السوق هيك لورا، وأحلى إشي نحن جايين مع الغروب، فالغروب وألوان بنايات طلع أحلى الألوان. جرب الكرك والشباتي للمرة العشرين يمكن في قطر. الشيء الحلو الغريب انه هذا المحل في منه في لندن، يعني مش بس في قطر. في ورق خضار، بس شو اللي فيها؟ جبنة وشبس عمان وشطة. يعني بس عطوني رأيكم في الطاقية عشان اخبي الستايل اللي مش حلو. تاني اشي في فراغات عندي. هو من اي بلد؟ كوريا، صين، يابان. يابان. احنا عم نجرب الرامن. اوكي فكنت عم بحكي لكم انه اوكي فكنت واحدة من الاشياء اللي عن جد اكتر النعم تصير معك بالسفر ودائما عم تصير معي بالحظ، بطلع لك ناس عن جد بتحبهم بيكونوا اصحابك، بس بيكون بالصدفة هم بالبلد اللي انت فيها. انت صح؟ اظن انه الشاب اللي جنبي مش بتظن. اه صح 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 هو مهم انه انا في قطر. هوب هوب هوب، ولا هو كمان في قطر. ناكل اشي رامن على مسؤوليته انه زاكي. هذا الرامن اشي سبايسي كمان. سبايسي هذا اهم اشي لانه كثير بحب السبايسي. يا سبايسي وان. واجا الرامن العجيب. شكرا. سأورجيكم كيف هو. يمكن زي النودلز بالضبط زي الان. شوف زاكي ولا حامي ولا طبعا هاي حركات ما بعرف يسويها الا واحد سكن بالصين 6 أشهر. خلصنا الرامن وساحة بمشارب بس. اوه سينمائي صح؟ اخيرا يلا الى المحل الاخر. ومن منطقة كتارا محل ما الشارع الموجود فيه كل الأعلام اللي كانت مشاركة في منتخبات كأس العالم. فوق الشارع السيارات بتمر من فوق. ننهي الفيديو تاع اليوم وإن شاء الله يكون عجبكم. تخيلوا إنه الساعة لساتها 5:30 العصر ولكن الدنيا صارت بالليل. ودعكم بالله لا تنسوا اللايك وشير والسبسكرايب. احكوا لي كمان إذا عندكم